هناك مجموعة كبيرة من أنواع الحيوانات، وغالباً ما يكون من الأسهل معرفة أسماء هذه الحيوانات حسب نوعها. على سبيل المثال، الثدييات والزواحف والطيور والحشرات. وقد ترغب أيضاً في تعلم أسماء الحيوانات حسب مكان تواجدها، مثل حيوانات المزرعة ومخلوقات الغابة والحيوانات الأليفة. كما قد يحب بعض الناس تعلم أسماء الحيوانات أبجدياً.